الاعتداء اللفظي والجسدي على الطاقم الصحفي لقناة نسمة خلى صحفيين تونسيين وأجانب يتضامنوا مع زملائهم ويقروا تنظيم اجتماع طارئ مع المكتب الإعلامي لحركة النهضة. الإهانات وسوء المعاملات اللي تعرض لها فريق قناة نسمة تضامنت معها كل وسائل الإعلام العربية والأجنبية اللي كانت حاضرة في المؤتمر العلني لحركة النهضة، الشيء اللي خلى زادة أنصار الحركة يتهجموا على الإعلاميين الآخرين المحليين والأجانب. Il y a des gens qui portent des badges de l'organisation du congrès qui ont essayé de m'empêcher physiquement de prendre des photos, qui ont essayé de prendre l'appareil photo, qui m'ont pris par l'épaule. Je pense qu'il s'agit d'initiatives individuelles, je peux pas dire qu'il s'agit d'une consigne. Les gens les organisateurs du congrès ont présenté leurs excuses et on en prend acte, mais on sent qu'il y a quand même une tension entre les journalistes et les organisateurs. J'espère qu'on va expliquer aux militants qu'il est beaucoup plus dommageable pour l'image du parti d'empêcher les journalistes de travailler que faire sortir des images d'un incident comme il peut y en avoir dans n'importe quel congrès. الاعتداءات اللي صارت وفي الأزمة اللي صارت داخل قاعة المؤتمر متاع النهضة اليوم، فما شكون سحبني بالقوة من لجنة التنظيم، سحبني بالقوة من يدي ودخلني الغرفة نلقى فيها زوج متحاجبات اتهموني بالكذب وبالنفاق لأني صورت زميل وقع الاعتداء عليه من قناة نسمة، واتهمونا بأننا قاعدين نزوروا في الحقائق. وأحد المتواجدين في الغرفة فكلي الكاميرا متاعي. نتيجة للاعتداءات اللي صايرة والمتكررة على الإعلاميين طيلة أيام المؤتمر وآخرها اللي صارت اليوم على فريق قناة نسمة، نظم الصحفيين الحاضرين اجتماع مع المكتب الإعلامي لحركة النهضة حتى يتم التفاوض بطريقة حرفية دون اللجوء للمقاطعة. بالنسبة للصحفيين نسمة، نحن كصحفيين وكجمعية صحفيين الشبان نساندوا زملائنا اللي تم الاعتداء عليهم من فريق نسمة. فما انفلات خاصة عند القواعد متاع الحركة اللي توجهوا يعني بصراحة بعنف لفظي ومادي تجاه زميلنا المصور اللي نساندوه احنا كصحفي قناة الجزيرة مكتب تونس مساندة مطلقة. هذه رسالة لكل الأحزاب وكل الناس اللي تخمم تعتدي على الصحفيين اللي رانا ديما صف واحد مع بعضنا. بعد المفاوضات اللي صارت بين الصحفيين تم الاتفاق على العديد من النقاط تم إدراجها ضمن بيان كتابي. طلبنا باعتذار رسمي من الحركة في البيان متاعنا، أيضا طلبنا باحترام معناها عمل الصحفيين وتيسير عملهم أو على الأقل عدم إعاقة عمل الصحفي. هذا بشرط أنه ما يتكررش الاعتداء ويتم تسهيل وتيسير العمل للصحفي، تم المقاطعة والانسحاب. البيان هذا تم عرضه على المكتب الإعلامي لحركة النهضة للمصادقة على نقاط اللي تضمنها. نحن نتفهم انشغالهم ولكن نحب نأكد لهم اللي ما فماش نية للإساءة إلى أي صحفي، وحتى إذا كان فما تجاوز فنحن سنتخذ الإجراءات الضرورية تنظيميا وداخليا لمعناها محاسبة الفاعلين. الفريق الإعلامي ما زال مصر على اعتذار قيادة الحركة للصحفيين بصفة رسمية حتى تتم المصالحة وتتواصل التغطيات الإعلامية بعيد على تجاذبات وتصفية الحسابات.